بكيفا، يستقبل يوميا عشرات المراجعين من سكان المدينة والبلديات والأرياف بالولاية، كما يتم رفع المرضى إليه من الحوضين والتقانت في بعض الأحايين، موفرا جملة من التخصصات الطبية للمراجعين الباحثين عن الاستشفاء. جيت من هنا من كيفا هنا، أنا أسكن هنا، جيت لأساعد بعض الإخوان الذي يشعرون بالأمراض، دائما آتي هنا وأحضر عند مستشفى هنا، ويستقبلنا الأطباء ويرحبون بنا ويقضون لنا حوائجنا. فعلا عندي والدة واستقبلوني إن شاء الله استقبل جيد، دخلوني قطعا في السكنير، إلى اليوم قالوا لي نرجع يعطوني نتيجة ولا حصرت. فاهم، جيت كونكورس، جاي هون للطب، عندي تحسس شوي الحمد لله وجبرت الدواء ما شاء الله. هذول اللي تنارينا منهم معاملتهم لا مضبوطه معنا، ما تنارينا فيهم نقص. محمد رمضان لو كافطو جيتون للطب اصلا تعالج عنده في نسبه من السكر. تعالج انا وجيت ترك بعد هون الحمد لله هي اللي نقبل الدواء، ادروا لي الفحص معناته خلاص نتيجته. قال الطبيب انه انت خلنا ندخل عليه النتيجه. علي الشيخ محمد طبيب عام بالمستشفى، سالناه عن ظروف العمل بهذه المنشاه والإجراءات التي يتبعها الطاقم الطبي للقيام بدوره على أكمل وجه، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أمراض موسمية. هذه المنطقة كاملة كما قلت لكم ترفع للمستشفى كيف الحالات المعقدة كاملة اللي ما قدت تعالج على مستوى الحوض الشرقي والحوض الغربي ومنطقة الأعصاب عموما حتى منطقة تقانت. بالنسبة لعدد الاستشارات تقريبا يوميا في الحالات المستعجلة هون حدود من 40 إلى 50 استشارة يوميا. هاي الإقبال اللي في فترة تعرف في فترة الشتاء الحالات الصحية والله الأمراض دائما موسمية مرتبطة بفصل الشتاء، أساسا مرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي. أكثر شيء نجبره يوميا الربو ومضاعفاته ضيق التنفس كامل، هم نقص الحاد الأكسجين والله تترس ريسبيراتوار عند الرضع ياسر ذي الفترة، عندكم اللي الالتهابات تنفسية عموما. هاي فرصة ننصح المواطنين أنهم يلتزموا يقبلوا احتياطاتهم في فترة الشتاء ويتجنبوا الخروج في البرد ما أمكن، يتفاداوا كل المضاعفات الصحية اللي تخرب فترة الشتاء. إضافة إلى عدة تخصصات أخرى، يحتوي مركز الاستطباب بكيفا على جناح مستقل للأمراض المعدية ومركز للإنعاش، كما توجد به صيدلية توفر الأدوية الضرورية للحالات المستعجلة. الشيخ الحميدي،